السيدات والسادة، نشرة أخبارية مفصلة أقرأها لحضراتكم من استديوهاتنا من المكلا، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية يلتقي سفير التركي بمناسبة انتهاء فترة عمله. وزير التربية ومحافظ المهرة يناقشان الوضع التربوي والتعليمي بالمحافظة. محافظ حضرموت يلتقي لجنة وزارة الداخلية ويطلعهم على الوضع الأمني بالمحافظة. أهلا بكم. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور أحمد بن مبارك سفير الجمهورية التركية لدى بلادنا دكتور فاروق بوزكوز، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله وللاطلاع على تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية. وأشاد بن مبارك بالجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله لتنمية علاقات التعاون بين البلدين، مثمنا موقف تركيا الثابت تجاه بلادنا والحكومة الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام في بلادنا. وتطرق وزير الخارجية وشؤون المغتربين إلى استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي على محافظة مأرب وزجها للأطفال في تصعيدها الذي تكسر أمام صمود أبناء الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. بدوره أكد السفير التركي موقف بلاده الثابت تجاه بلادنا وحكومته الشرعية ودعمها لأمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وللجهود المبذولة لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار. ناقش وزير التربية والتعليم طارق العكبري مع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر الوضع التعليمي والتربوي وتطوير القطاعات والمنشئات التربوية في المحافظة. وتمنى وزير التربية والتعليم جهود السلطة المحلية بالمحافظة ودعمها للقطاع التربوي، مشيدا بالدعم السعودي المتمثل في بناء عدد من المدارس بمختلف مديريات المحافظة. وأكد محافظ المهرة في الاجتماع الذي عقد بحضور الأمين العام للمجلس المحلي ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على أهمية الارتقاء بالتعليم وتطويره من أجل خلق جيل متسلح بالعلم يساهم في بناء المجتمع وتنميته. كم أنا سعيد اليوم بزيارتي لمحافظة المهرة واللقاء بالسلطة المحلية، ونقلت لهم تحيات فخامة الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والحكومة ودعم الحكومة للسلطة المحلية في جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار. حرصنا كل الحرص أن نزور المهرة ونلتقي بها لنوصل لهم هذه التحيات ودعم الحكومة والوقوف إلى جانبهم، وأيضا الوقوف على القطاع التربوي والتعليمي وتقييمه. وكم أسعدني أيضا الجهود التي تبذل في القطاع التربوي والتعليمي سواء من السلطة المحلية أو من الأشقة ودعم الأشقة في المملكة العربية السعودية الذين دعموا بشكل كبير لاستقرار هذا القطاع. وقطاع التربية والتعليم في المهرة من القطاعات الهامة والمستقرة والتي أيضا تساعد وتساهم وتعطي شكلا من أشكال الاستقرار والدعم والنموذج الذي يجب أن تحظى به كثير من المحافظات في إطار أن نرتقي بعمليتنا التعليمية والتربوية. والأخ الوزير في الحقيقة جلسنا مع جلسة أولية وجدنا هذا الرجل الشاب الذي سوف يخدم إن شاء الله في مجاله في وزارة التربية والتعليم، وهذا الوزارة طبعا وزارة صعبة من الوزارات الصعبة ومن الوزارات المهمة كونها تشكل اللبنة الأساسية للعمل لحياة الناس. من جانب آخر، عقد وزير التربية والتعليم طارق العكبري بمدينة الغيضة لقاء مع السلطة المحلية ومكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه سير عمل الحقل التربوي وسبل معالجتها. وفي اللقاء أكد وزير التربية أن زيارته لمحافظة المهرة تأتي ضمن خطة عمله في الوزارة لوضع تقييم شامل للعملية التعليمية والنزول للمحافظات وتلمس احتياجاتهم وهمومهم، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والمساندة لجميع قطاعات وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية ومكتب التربية بالمهرة في القطاع التربوي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بكل جهودها لتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.
التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا. لجنة وزارة الداخلية برئاسة رئيس اللجنة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن اللواء محمد مساعد الأمير. ورحب المحافظ البحسني بأعضاء اللجنة الوزارية في حضرموت مشيرا إلى أن هذه الزيارة وفي مثل هذه الظروف مهمة جدا للاطلاع على أبرز الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية ورفعها إلى وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان. وتطرق محافظ حضرموت إلى ما مرت به المحافظة قبل 6 أعوام من قبل تنظيم القاعدة التي عبث بساحل حضرموت لمدة عام كامل ودمر المؤسسات العسكرية والأمنية فيها، موضحا أن قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية بالمحافظة عملت على ترميم وتأهيل كافة مؤسسات الدولة في ساحل حضرموت عقب تحريرها من فلول الشر والإرهاب في 24 عام 2016 وتطبيع الحياة في ربوع المحافظة وإعادة بناء وتأهيل المنشئات الأمنية وتزويدها بالمعدات والأجهزة والآليات الحديثة لحفظ الأمن ومكافحة الجريمة وبمساهمة فاعلة من قيادات دول التحالف العربية. ووجه المحافظ البحسني دعوة للجنة الوزارية لزيارة المرافق الأمنية في حضرموت بما فيها المنجز الكبير الذي تحقق لحضرموت كلية الشرطة بمباركة ودعم من رئيس الجمهورية للاطلاع على جاهزية المرافق الأمنية وتقييم أدائها والرفع بالإشكاليات والصعوبات إلى قيادة الوزارة. من جانبه أعرب رئيس اللجنة اللواء محمد الأمير عن سعادته بزيارة المحافظة للاطلاع على المرافق الأمنية وسير عملها في حضرموت ضمن خطة الوزارة لتنفيذ عدد من النزولات الميدانية إلى المحافظات لتقديم المساعدات والإسناد. أعلن في العاصمة الأندونيسية جاكرتا عن إشهار الجالية اليمنية بحضور القنصلية اليمنية في أندونيسيا. وافتتح القنصل اليمني عبد الله الشرعبي وملحقي شؤون المغتربين خالد بن سعد مقر الجالية غرب العاصمة جاكرتا. وأشاد ملحق شؤون المغتربين بالسفارة بدور المغتربين اليمنيين في إنشاء كيان يعبر عنهم ويساعدهم في معالجة أوضاعهم، فيما أوضح عضو لجنة التأسيس مبخوت المرادي أن الجالية ستعمل على خدمة اليمنيين المقيمين على الأراضي الإندونيسية والمساهمة في حل مشاكلهم. وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري بحفر بئر ماء بصورة عاجلة في حقل المؤسسة المحلية للمياه بمديرية ساه لزيادة القدرة الإنتاجية للحقل ولمواجهة الطلب المرتفع على المياه وتنفيذ صيانة لآبار الحقل. وأكد الوكيل الكثيري خلال لقائه بمدير عام ساه مبارك الجابري اهتمام قيادة السلطة المحلية بالوادي والصحراء بمشاريع المياه في مختلف المديريات بما يضمن وصول المياه منازل المواطنين بصورة مستمرة، مشيرا إلى أهمية إعداد الخطط الاستراتيجية لحقول المياه بما يتواكب مع التوسع العمراني وحالات الصيانة الطارئة وخروج الآبار عن الخدمة. ناقش مدير عام مديرية ثمود نايف المنهالي مع المختصين في محطة الغاز بالمديرية جملة من المواضيع المهمة المتعلقة بتوفير الغاز المنزلي للمواطنين. وفي مستهل اللقاء تحدث مدير المحطة على توفير 1100 اسطوانة غاز للوكلاء شهريا بترتيب مع السلطة المحلية على آلية توزيعها بطريقة منتظمة. وتحدث مدير عام مديرية ثمود على أهمية تضافر الجهود وتحسين الخدمات للمواطنين مؤكدا على أهمية توفير الغاز للمواطنين في ظل هذه الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بالحالة الجوية والبحرية الصادرة من وحدة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمحافظة حضرموت.
ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزير الخارجية يلتقي سفير التركي بمناسبة انتهاء فترة عمله. وزير التربية ومحافظ المهرة يناقشان الوضع التربوي والتعليمي بالمحافظة. محافظ حضرموت يلتقي لجنة وزارة الداخلية ويطلعهم على الوضع الأمني بالمحافظة. في ختام هذه النشرة التفصيلية التي قرأناها لحضراتكم من استديوهاتنا من المكلا، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.